السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مقرمشات او تسالي مقرمشة جدا جدا. احلى حاجة في وصفة النهاردة اللي هي نشوياتها قليلة وكمان مفيش اي دهون في الوصفة، فينفع كبديل هايل جدا للناس اللي بتحب الشيبسيات الحاجات المقرمشة. انا بالنسبة لي باخدها كوجبة، مثلا وجبة فطار مع حتة جبنة. بالنسبة للطبق كله فيه نسبة بروتين عالي وكمان نشوياته زي ما قلنا قليلة وفي حوالي 70 سعر حراري، فاذا لو انا خدته كوجبة عمره ما هيزود وزني ابدا. هستعمل النهاردة دقيق الحمص. دقيق حمص الشام ده من الحاجات الجميلة جدا واللي بتباع جاهز، او لو حتى مش متوفر عندك جاهز تقدر تحضريه في البيت بطريقة سهلة. اللي ما يعرفش الطريقة هيبان دلوقتي في رابط فوق على الشاشة يروح يشوف الطريقة. عندي هنا شوية نكهات عبارة عن شمر وينسون مطحون وشوية كمون، شوية من الحبة حبة البركة، وطبعا ملح عشان هي تكون مقرمشات ملحة. وعايزة حوالي نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومية، مش اكتر من كده، يعني مكونات زي ما احنا شايفين بسيطة. عندي كمان ملاحظة، لو احنا بنحب اي نوع من البهارات تانية نقدر نحط، كل ما بنديله بهارات او طعم اضافي بيكون طعمه حلو جدا. مرة جربته كان عندي اللي هي بهارات بتاعة كحك العيد وكده، فجربتها بيها كان طعمها حلو جدا مع شوية كمون كان رائع. طيب تعالوا نجيب كده اي حاجة ونحط فيها كوباية من الحمص اللي هي حوالي 90 جرام، وحطيت عليها التوابل او البهارات اللي انا بحبها ونقلبها كويس. وبعدين نفس الكوباية دي اللي انا حطيت فيها الحمص هحطها مية، يبقى اذا مقدار الحمص قد مقدار الميه بالظبط، لان انا مش عارفه انت عايزه تجربي في كميه قد ايه. احنا هنشوف ان الكوبايه دي هتديني كميه كبيره اللي احنا شفناها في اول الفيديو، فشوفي انت عايزه تجربي في كميه قد ايه او عندك كميه قد ايه، واعملي نفس مقدار الميه هو نفس مقدار دقيق الحمص. وعلشان يتخلط تماما عندك حل من الاثنين، يا اما تحطيه في الخلاط او بالهاند بلندر. دقيقة يعني مش موضوع مش معقد خالص. طيب وعلشان نسهل التشكيل علينا هنجيب اي حاجة زي كده اللي هي بتحط فيها صوصات او حاجة، والتسوية هتكون بشكلين. اول شكل اللي احنا هنعمل بيه عجينة كده صغنونة خالص، اشكال كده عشوائية، فهجيب اي حاجة تفال واحطها على اهدى درجة حرارة عندي وابتدي اعمل كده زي ما احنا شايفين، عارفين كده زي ما بعمل قطايف او حاجة ولكن صغنونة، ولكن تقدري تعملي طبعا اكبر من كده لو انت حابة. ما بتاخدش اي وقت على النار خالص، يعني اقل من دقيقتين، واول واحدة بس هي اللي بتاخد وقت شوية عشان بتكون الطاسة لسه مش سخنة، ولكن بعد كده هتخلص بسرعة، مش هنتخيل قد ايه بسرعة جدا هتستوي معانا. طيب هي كده المرحلة الاولانية بتاعتها، مجرد ان هي هتسيب من الطاسة. لو جينا نقلبها ولقيناها مش عايزة تتقلب معانا نستنى شوية، يبقى هي عايزة شوية تاني شوية نار تاني، ونلمهم كده على اي جنب كده وننزلهم في الطبق، ودول كانوا اول حبة. ونكمل بقية المقدار. طيب الناس اللي ما عندهاش طاسة بتكون يعني افضل حاجة اللي هي تكون طاسة تكون ما بتلزقش، افضل نتيجة. لو بتلزق شوية اديها دهنة بسيطة قوي من الزيت. شفتوا المقدار التاني مخدش معايا وقت خالص، واول ما نلاقيها كده خلاص بتسيب من الطاسة خلاص كده. طب يا سلوى دي كده مش مقرمشة، استنوا بس شوية عليا. خليها لكم مقرمشة جدا، وحتى لو قعدت 3-4 ايام ده لو قعدت يعني هتكون برضو مقرمشة، تفضل مقرمشة يعني مش متخيلين قد ايه. عارفين كمان انا بحب جدا احطها مع السلطات، عارفين لما بنعمل في سلطات معينة كده او شربات بيكون حلو معاها حاجة المقرمشة او التوست مثلا المحمص او كده، فدي بتكون برضو بديل حلو جدا. كنت بوريكو ان انا مستعملة اهدى درجة حرارة عندي، بصوا انا جيت اقلب لقيتها لسه لازقه فاستنيت شويه كده اهو خلاص. طيب هكمل بقيه المقدار اللي هو تقريبا بيعمل لي 4 أو 5 مرات من نفس الكميه اللي انتوا شايفينها دي.
هنحطهم على اللي فاتوا. طبعا هما كده لسه مش مستويين ومش مقرمشين وطريين، فهنعمل ايه؟ بعد ما نخلصهم كلهم كده براحتنا خالص هندخلهم الفرن، مش هيقعدوا كتير في الفرن خالص، يعني بالكتير قوي 10 دقايق على فرن يكون قبلها سخن على درجة حرارة 180. بعد 10 دقايق نسيبهم جوه شوية في الفرن، وبعد كده هيفضلوا مقرمشين على طول. طبعا من فرن لفرن بيختلف، فانت شوفي برضو فرنك عامل ازاي. مش قادرة اقول لكم تسالي دي، فعلا بتشبع وبتدينا كده احساس ان احنا كلنا حاجة مقرمشة. اتمنى ان شاء الله وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واكتبوا لي تحت في التعليقات بتحبوا المقرمشات بنكهات ايه، عشان ان شاء الله المرة الجاية نعملها بنكهات مختلفة. اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو تاني، ومع السلامة.